مرحبا بكم في لا بابا. اليوم ستجدون تحديا فاتحا للشهية وممتعا للغاية. سيصادف أبطالنا مجموعة كاملة من الطعام، أو بالأحرى 100 طبقة منها. ابقوا معنا. كل شخص لديه مجموعة كاملة وأنا لدي عين واحدة. هل هذا عادل؟ لا أستطيع حتى رفعها بشكل صحيح. ها جوليا، لا تستطيعي حتى أكل عين مربى البرتقال؟ ليس مضحكاً. هل تعتقد أنني لن أرد على نكاتك الرهيبة؟ الآن سأكل هذه العين السكرية. أتساءل ماذا ستقولي عندما تكتشفي أنني اقتلعت عيني؟ انظري. ماذا فعلت؟ أنا؟ ليس أنا. ماذا تفعل؟ العين عالقة في حلقي، لا أستطيع التنفس. لا تقلقي، الآن سوف نزيلها بسرعة. يا لها من كرة الشوكولاتة اللذيذة. من أين هذه العين؟ أعتقدتم أن العين كانت حقيقية. حسناً، توقف عن العبث، حان الوقت لأكل هذه اللذاذة. أنا أيضاً أعتقد أن الوقت قد حان لأنعش نفسي أيضاً. لأجرب. بيتر، تبقيت أنت وعيونك. توقفي، لن أتركك تسرقين عيوني. كم هذا لذيذ، هذه آلة ذو حلوى تذوقتها على الإطلاق. أعطني شيئاً صغيراً على الأقل لأجرب لو سمحت. لا، سوف أكل هذه المجموعة كلها بنفسي. لا، يبدو أن لدي مرض نادر، عيون متعددة. أمل أن يكون هناك شيء لذيذ تحت الغطاء. هاي بازيلا، أنا فقط أحبها. أتمنى ألا يكون لدي بازيلا. ماذا؟ أنا أكره البازيلا ولدي مجموعة منهم، هذا مقرف. لو لدي حبة بازيلا واحدة فقط ليس أكثر. لم أرى قط بازيلا أكثر من ذلك، لدي الكثير. لماذا أنت لست سعيد؟ البازيلا رائعة جدا. ماري، إذا كنت تحبين البازيلا يمكنك تناولها أولا. بكل سرور، أنا حزينة لأنني حصلت على القليل. رائع، لكنني أنيقة، حتى البازيلا تحتاج إلى أن تؤكل بعناية، فقط وفقاً لقواعد المائدة والإتيكيت، من المهم أن تؤكل بالشوكة. صحيحاً هو من الصعب الإمساك بها، لكن يمكنني ذلك. الآن حان دوركم يا رفاق. فيفيا من فضلك. أنا؟ آمل أن أكون متحمسة بشأن البازيلا مثل ماري، وإلا سأكون غاضبة جداً. لم يسبق لي أن أكل أي شيء أسوأ في حياتي، علي أن أكلها بسرعة. وما هي أسرع طريقة؟ بالطبع الأنبوب. هل هو لذيذ؟ لماذا فعلت ذلك؟ الآن رائحتنا كريهة من البازيلا. تستحق ذلك؟ تعتقدي أنك الأذكى؟ أنا أعرف كيف سأنتقم منك، صدقيني لن تحبي ماذا سأفعل. أعتقد أنني أعرف، سيكون هناك هجوم بالغاز. هل أنتم جاهزون؟ الشيء الرئيسي هو ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات. لا أستطيع تحمل ذلك. كيف حالك؟ هذا ما أعنيه بالانتقام. فيفيان، انظري ماذا خبأوا لنا هذه المرة. انظروا، إنها سكيتلز. نعم، أتمنى أن يكون لدي أكثر. واو، هذا أمر آخر. الآن سوف أريكم ما هي حقا مجموعة كبيرة من سكيتلز. لم أكن أتوقع أن هناك الكثير من العبوات. أنا سعيدة لأننا جميعاً محظوظين، لكنني سأبدأ أولاً لأن لدي علبة واحدة فقط. اللعنة، لم أكن محظوظة، لدي حبة واحدة. نعم، سوف أكلها في ثانية.
حسناً، لقد انتهيت تماماً. الآن ليس لدي أي شيء على الإطلاق لأكله. لا تقلقي، لكن صديقك بيتر سيتمكن من الاستمتاع بهذه الحلويات اللذيذة. يا لها من لذاذة، لا يحتاجون فقط إلى أن يؤكلوا. سأجعل هذه اللحظة لا تنسى. ماذا تفعل؟ من الأفضل أن تعطيني إياهم. ماذا؟ لا، خطرت لي فكرة رائعة. سأقوم بتوزيع كل الحلوى بحسب اللون. سيكون لذيذا وجميلا. تبدو حلويات بيتر لذيذة للغاية. ربما لن يمانع إذا سرقت مجموعة على الأقل. كم هي لذيذة؟ مهلا، أين الكومة الخضراء؟ من أكلها؟ أعتقد أنني أعرف. لا تهتمي فيفيان، سأجعلك تدفعين الثمن. بيتر، يا له من غبي، لم يدرك أبدا أنني أكلت مجموعة كاملة من الحلويات. ربما سأكل حفنة أخرى. كم هذا مؤلم. كنت أعرف أنه أنت. لا يمكن أن تفعل ذلك، هذا قاسي جدا. كنت أفقد إصبعي. في المرة القادمة لا تسرقي الحلوى. سأنتقم على إصبع المسكين. إذا لم أحصل على الحلوى فلن يحصل عليها أحد. أحسنتي، الآن حتى لا أستطيع تذوق الحلويات. الآن هذا عادل. دور ماري. نعم حقا، دوري لتجريب السكيتلز. أحذركم على الفور، لن أتعجل. لذيذ، أريد أن أكل هذه الكومة لأطول فترة ممكنة. لأطول فترة، لقد تعبنا. هل تستطيعين الأكل بشكل أسرع؟ لا، أريد أن أستمتع بكل حلوى. فيفيان، أقترح سرقة علبة واحدة على الأقل من ماري. لا أعتقد أنها لاحظت. أبعدوا يديكم. كنت أرغب في مشاركة الحلوى معكم، لكن أكلها بيديكم ليس رائعاً. سيكون الأمر أكثر روعة إذا قمت بعمل رسوم من سكيتلز، وسيحصل كل واحد منكم على رسم. واو، رائع وجميل. هذا ليس كل شيء، سوف تساعدنا السبرايت على جعل الروعة الفنية أكثر إبداعاً. أعمال فنية لذيذة حقيقية. رائع، أحسنتي. شكرا شكرا. اشتركوا في رابابا حتى لا تفوتوا التحدي التالي. سوف تحصلون على الكثير من المرح.